أصحاب السعادة، الزملاء الموقرون، السيدات والسادة، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعيد باستمرار تشكيل الطريقة التي يتواصل بها العالم وتستحدث في الوقت ذاته فرص حياة أفضل من خلال التنمية المستدامة وطويلة الأجل، لا سيما بين الفئات الأكثر حرمانا في مجتمعنا. وهذا العام ونحن نحتفل بالعيد السنوي 46 بعد المئة للاتحاد، نركز اهتمامنا على المجتمعات الريفية في العالم في سعينا إلى توصيل أقاصي أصقاع العالم بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واليوم تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قوة الدفع للاقتصاد العالمي وتوفر حلولا حقيقية نحو تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستدام. وتعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا كعوامل حفازة في الإسراع بالتقدم صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي سياق المناطق الريفية توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصا معززة لتوليد الدخل ومكافحة الفقر والجوع والمرض والأمية. وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يتصل بها من تطبيقات إلكترونية تعتبر أدوات أساسية لتحسين الإدارة والخدمات الريفية، مثل توفير خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات ومياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية والتعليم والغذاء والمأوى وتحسين صحة الأم وخفض وفيات الأطفال وتمكين المرأة وأفراد المجتمع الأكثر ضعفا وضمان الاستدامة البيئية. ويقطن نصف سكان العالم أي حوالي 3.5 مليار نسمة في المناطق الريفية والمجتمعات النائية التي تمثل أكثر الفئات فقرا وحرمانا وأقلها تعلما بالمقارنة مع سكان المدن الحضرية في العالم. ومن بين هؤلاء هناك 1.4 مليار نسمة في العالم يعيشون في فقر مدقع، ويعدون أيضا من بين أقل المستفيدين من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفوائدها. فيمكن أن نسمح باستمرار هذه الحالة. قد حان وقت العمل على الصعيد العالمي لتوصيل المجتمعات الريفية بالفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن الاتحاد الدولي للاتصالات ملتزم بتوصيل العالم وضمان وصول فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أقصى المناطق النائية فضلاً عن المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً. وإنه لمن دواعي الفخر أن أقول إن أعمالنا للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن وضع معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة الموارد الطيفية والمدارية الحيوية وتعبئة الموارد التقنية والبشرية والمالية اللازمة وتعزيز الاستجابة في حالات الطوارئ في أعقاب الكوارث الطبيعية المدمرة لقيت نجاحا غير مسبوق، ونحن ندخل في العقد الثاني من هذه الألفية. وعلى الرغم من الانتشار السريع للهاتف المحمول، إذ بلغ عدد المشتركين أكثر من 5.3 مليار مشترك في العالم، فإن الهدف الرئيسي الآن هو النهوض بالمحتوى من خلال تعزيز النفاذ عريض النطاق من أجل إنشاء الطرق السريعة للمعلومات والاتصالات، أي الشبكات التي ستغذي مراكز المجتمعات الريفية والحضارية بالوسائل اللازمة للوفاء بأهدافها وتطلعاتها الإنمائية. ويرمي الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال دور القيادي الذي يطلع به في إطار اللجنة المعنية بالنطاق العريض لأغراض التنمية الرقمية إلى زيادة تنفيذ هذه التكنولوجيا الحديثة لترسيخ مجتمع معلومات قائم على المعرفة ومتاح للجميع. وإنني أحثكم على الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هذا العام من خلال التركيز على توصيل الناس في أنحاء العالم وتسخير الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يتسنى لنا جميعا أن ننعم بحياة أكثر ازدهارا وسلاما، حياة أفضل بكل معنى الكلمة، لا سيما في المناطق الريفية. شكراً.